مسؤول المصري تواصلوا مع اتحاد الكره وكمان مسؤول الامن خلال الساعات اللي فاتت في محاوله للسماح بحضور جماهير الفريق في مباراه العوده امام فريق ماليندي بطل زنجبار في دور ال 32 في بطوله الكونفدراليه. اداره المصري حصلت على وعد بدراسه الموقف والرد خلال موعد اقصاه 3 ايام. كمان مسؤول المصري اكدوا ان الجماهير كانت بتحضر دايما وما حصلش اي اعمال شغب خلال المواسم السابقه. واحنا قلنا ان الماتشات اللي فاتت فيها الكونفدراليه كان جماهير المصري متواجده في استاد بورسعيد.